لحقت امام في حرس الحدود؟ اه امام انا اللي مربيه، امام من عندي اصلا. اهلاوي ولا زملكاوي امام؟ لا انا مش هتكلم في القصه دي معلش يعني. مش انت اللي مربيه؟ انا اللي مربيه طبعا، بس انا مش عايز اتكلم في القصه دي معلش يعني. ايه رايك في الموقف انتقاله من الزمالك لميتلاند على النادي الاهلي، وانت بتقول انت اللي مربيه فانت اكتر واحد عارف دماغ امام، فيعني تقييمك او تعليقك على الموقف كله اللي حصل؟ يا بص، هو احنا دلوقتي احنا في احتراف يعني، هو له وجهه نظر مختلفه، هو حسبها من وجهه نظره هو. انا دلوقتي الناس الطبيعي اللي الناس هتهاجمك او الناس هتقول ده سابنا دخلنا ده. كل واحد بيبص من وجهه نظره هو، هو له ظروف خاصه، له وجهه نظر خاصه. انا محدش هيقدر في الاول وفي الاخر، هو ده مستقبله، هو اللي بيحدده بايده، سواء انا هلعب هنا او مش هلعب هنا، ده خاص له هو، وجهه نظره هو، هو اللي شاف مستقبله، هو اللي بيخطط لمستقبله، سواء غلط او صح من وجهه نظر الناس برضو هي وجهه نظره هو. هو كل واحد بيختار مستقبله، بيختار حياته زي من وجهه نظره هو. هو دي وجهه نظره اللي هو رايح كده خلاص، وربنا يكرمه واتمنى له كل التوفيق طبعا. امام يقدر يلعب في النادي الاهلي؟ اه طبعا يلعب في اي حته. امام لعيب كبير جدا جدا جدا، ولو ركز في الملعب بس، ركز امام ركز في الملعب بس، هيعمل لنفسه تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. يقدر مع النادي الاهلي يركز في الملعب بس؟ طبعا هو مش في النادي الاهلي مش هيقدر يركز في اي حاجه غير مع النادي الاهلي يعني. انا بقول له نصيحه ليه هو، لا يعني ركز في مع النادي، ركز في مستقبلك، ركز كامام، ركز ككوره بس. اهلاوي ولا زملكاوي امام؟ ما جاوبتنيش. لا انا ما اقدرش اقول لك. اهلاوي بس غنى للثالثه شمال. لا مش مشكله، كله بيغني. كله بيغني. انت كنت موجود في اهلي لما مؤمن زكريا كان في الزمالك وجي الاهلي؟ اه طبعا. كنتوا عارفين؟ ربنا يشفيه يا رب. يا رب طبعا مؤمن، ربنا يشفيه يا رب ويرجع احسن من اول ان شاء الله. مؤمن شخصيه جميله جدا جدا على المستوى الشخصي، محترم جدا والله العظيم. طبعا مؤمن انسان يعني كبير. انسان جميل جدا بعيد عن اي حاجه خالص، هو شخصيه جميله واي حد يحبه والله. واتمنى ان شاء الله ربنا يشفيه يا رب. كنتوا عارفين جوه النادي ان مؤمن جاي؟ اه طبعا. ده كان الموضوع ده كان قبليها بيوم عنده ماتش مع دمنهور في دمنهور لما جاب الجون. احنا اتفاجئنا بيه في التمرين بصراحه، انا عن نفسي اتفاجئت بيه في التمرين. انا كنتش احنا بنتمرن حتى ما جاش واحنا قبل، لا ده احنا كنا في الملعب بنتمرن ولقيناه داخل الملعب. فدي طبعا كانت فجاه. طبعا كانت فجاه طبعا. انت بتقول لي لعب ماتش قبلها بيوم، تاني يوم كان معانا، فطبعا مفاجاه كبيره طبعا. وطبعا جه مؤمن اضافه كبيره طبعا، لعيب كبير جدا الدنيا، وكان حظه حلو قوي في ماتشات الزمالك يعني.